للأسف نعيش على واقع شح مائي، السدود متاعنا في حدود 30%. على هذيك دولتنا أخذت مجموعة من الإجراءات، مثلا قطعان الماء من 9 متاع الليل في السهرية حتى للأربعة متاع الصباح يعني في الفجر. شنو رأيك أنت كامرا؟ أنا بالنسبة لي أنا راه منطقي جدا، ونورمال ما راه مشينا فيه من قبل الوقت هذا، خاطر ديجا روتار برشا، وإحنا نشوف السدود قاعدة تنشح على الاخر نطر ما تماش، ربي يرحمنا ان شاء الله. يعني انا راه في حاجه عاديه وخرنا فيها بالكدا، صحيح ما ثماش شكون اللي يحب معناها الماء باش تقطع عليه وباش يمشي يحل السباله ما يقدر، اما في الوقت هذاك الناس كلها نورمالمون تعدل معناها القضيه نتاعها تقضي امورها وكل شيء. انا هذا رايي. احنا مبذرين كتوانسه في الماء برشا، يعني مانيش نتعصف عليهم، مانيش نتعصف عليهم، اما بالحق راه الواحد يعني تبداها من عائلتك. كلنا مبذرين، ومعناه وراه اجرى نورمال ما خديناه لهنا برشا، وما نكونوش قاسيين برشا، مع مانيش حتى مع حد، ومانيش حتى مع حزب، مانيش حتى مع، اما راه اللي يلزمنا نقص شويه في برشا حاجات. الجزائر بقات 5 سنين تقص في الماء في النهار ماهوش في الليل، معناها يعطاهم وقت محدد ياخذوا معناها الكميه اللي نجموا معناها يستعملوها ويقصوا عليهم الماء. اي الجزائر في النهار احنا يقصوا علينا في الليل، يعني حكايه فارغه، معناها تنجم المراه تاخذ الكونتيتي اللي تنجم تستعملها من غير تبذير، لان احنا معناها بالمجد النابه نتاعنا معناها حاليا وصلت معناها كارثيه من ناحيه المخزون المائي، فيلزم هكا هو يلزم ثم حل. الله غالب هذاك اخر حل، معناها شر لا بد منه، الماء يلزم ينقص ونحافظوا على تبذير الماء. والرسول عليه الصلاة والسلام سامحني ساعات نلتجي قال اقتصد في الماء وإن كنت تتوضأ على حافة نهر وضوء، يعني احنا عندنا تبذير بارشة وإفراط بارشة، وديما أنا نعمل في عركة مع العباد خاصة في الميضة يحل السبالة معناها بضغط قوي والماء يهبط مضغوط من السبالة ما ينظفش القبة نتاع الجلدة، إن الماء اللي يهبط ليجار خفيف هو اللي يقوم بتنظيف الجلد. الله ما عدناش وعي، ما عدناش الوعي ما ثماش، أما يقص عليك الماء أن الدولة تقرر باش تقص الماء في الليل، يعني هذه معناها أخف الأضرار. الجزائر معناها تقص الماء في النهار وعندها سياسة متواصلة قرابة 10 ولا 8 سنين، عادي على غالب هذاك الوضع نتاعنا. مفهوم الشيء هذا باعتبار أن نقصين برشا ماء واحد وكذا، قادرين أن قادرين بصراحة قادرين، لكن باش كما دام بلغتوهم واحد وكذا قادرين باش نجموا معناها يريقلوا أمورهم، مش ما يقعدش هكاك الماء ماشي هكاك في الفارغ. معقول ونتفهموا ما 9 متاع الليل مع رمضان مش بكري شويه؟ والله هو صحيح بكري شويه، لكن بالنسبه للمراه اللي تنجم تعرف كيفاش تريق الامور تنجم معناها اذا كان معناها عندها فين باش تحط فين باش تخزن الماء وحده كذا قادره باش سيبور الحكايه هذيا. لكن شيء ما ريتو يطبق، انا مثلا سمعت البارح باش يتقص الماء وما تقصش، اي مازال ما تقص ما دخلش حيز التنفيذ، يعني انا سويبور. لكن المشكل اللي قاعد يقع هو توا لي انا وبرشا كيفي انا برشا ماناش قاعدين نطبقوا توا، نقتصدوا في الماء ما نقتصدوش. يعطيك الصحه، وصلنا للب الموضوع، التبذير في الماء. تبذير في الماء اي معقول تبذير، من كنا تقول لا ما نعملوش، لكن وكأنك قاعد تشجع في روحك تدس في روحك من تالي برا اعمل برا اغسل هذيك، هاي نمشي نعمل غسل الكهرباء ان اكزامبل، فهمت؟ هاي نعمل تنسيق الدار، تاين برد الدنيا ما لقاش بها وينا بالكاوتش ويرشرش قدام الدار واحد كل شيء. الوغ كو فون يقول لك لا ما يلزمناش نبدروا الماء، وانت ايش قاعد تعمل؟ يعني نقصد في روحي. الكلنا يعطيك الصحة يا بابا، فيها النقطة هذه، المواطنين التوانسة الكل، أنا وأنت والناس الكل قاعدين نبذروا في الماء. بالطبيعة، قاعدين نبذروا بالماء بصفة مهولة ياسر، بصفة مهولة، ومن بعد نقولوا شوفوا هو سيفري الكسين تاع السوناد غالية برشا، إيه، وحتى احنا عندنا يد فيها، احنا أكسيونير فيها الحكاية، من أنت قاعد تزيد على روحك، ما هي السوناد باش تقول لك أي خلص، هي غالية أي. وانت زاد فيها باش كيف
شد الأحزمة شوية. نرمي الماء يقطع الماء، هات نقول لك أنا حاجة. أنت شوف الجوامع الكل، هو اللي يعملوا في ثلاث سقاء بالصب الشتاء، هذه حاجة. وثم عباد مش أنا يشد الكهرباء يحط الكاوتش ويبدا يغسل فيها عام بون كيف. الوضوء، هاي كثرت من الوضوء. إمام قال لك الوضوء يا ولدي حتى في الوضوء عرف كيف، الماء خاطر معاه هاك وين الشتاء؟ ما ثمش شتاء، فهمني؟ تو باهي كيف يقص الماء راهو مصلحة لينا نحن هذه حاجة برمينمو. دوزيامو أنا ريت عباد تشد الكهرباء بالكاوتش وتعرف وهو الكهرباء استل. وقطع لنا الماء راهو باهي، خاطر وين الشتاء؟ جوامع كل تصلي في صلاة الاستسقاء، معناتها شي كيفي، معناتها كي يقصوا هاك الماء هذاك راهو مصلحة لينا نحن. وراو ايش نقول لك هاك القطعان الماء ورا حتى ربع ساعة نص ساعة مصلحة للشعب الكل راهو، فهمني؟ أما ننصح برشا عباد والله من أنا ريتها بعيني مش حكاهالي، أنا يشد يبدا يتفزع بالكاوتش يا رسول تغسل فيها الكهرباء، وراو قطعان الماء باهي هذاك مصلحة وين؟ جوامع الكل تعمل في صلاة الاستسقاء في شي كيفي، معناتها ماذا بينا أنا حتى أنا ثمي إمام تاع الجامع قال حتى الوضوء أعرف كيفاش توضوا به، مش يدوش به، فهمني؟ أنا رأيي أنا ميساس خمسة أربعة نص ساعة نص ساعة باش يقص الماء راهو باهي يا أختي، فهمني؟ هذا هو الموضوع نتاعي. أكثر وقت نستعمله في الماء نستعمله فيه خاصة في الإفطار، نستعمله فيه الصباح ولا نص نهار. بالنسبة لسيدي رمضان عادي هذاك مش مشكلة، حس كيف نستعمله فيه الصباح، حنا في الليل ما تلقاش شكون يستعمل فيه الماء، خلاص حاجة عادية ما فما حتى مشكل، نصبروا حتى عام آخر، نصبروا حتى أكثر من عام، علاش نستعمل نورمال حاجة عادية، شكون يستعمل فيه الماء حنا في الليل؟ ما فما حتى حد، قليل اللي بيستعمل فيه الماء في الليل، ما نستعملوش فيه، الاستعمال الماء هو في النهار. في النهار وقت السخانة الدنيا وفهمتوا وقت هذاك الوقت عندهم حق الناس باش عندها باش تستعمل الماء موجودة هذاك، أما حاجة في الليل حاجة عادية بالنسبة لنا، حاجة عادية ما يأثرش علينا. يعني تقول احنا كمواطنين توينس نبذروا الماء؟ فما تبذير أكثر من مشوك الماء، هو فما تبذير وهذا راهو احتياط، إذا كان احنا نسيبوا كل شيء ولو في الصيف يجي نبدو عطاشة يولي يسكر الماء ليل ونهار، احنا هذه حاجة هايلة، هذه وقاية تسمى من الدولة، هذه وقاية حلوة بكذا حاجة هايلة، لأن إذا كان يجي في الصيف وسخون وكل شيء ولا ما عادش نلقوا ماء لا في النهار لا في الليل، أما حاجة باهية تو كي جا في الليل حاجة باهية بكذا، علاش باش نلقوا احنا رواحنا في الصيف على الأقل يولي الماء موجود في النهار، أما في الليل ما يأثرش علينا، هذا علاش أنا بالنسبة لي أنا حاجة هايلة هذه وقاية من الدولة حاجة باهية. والله أنا مع الإجراء لأنه فما برشا فساد في الماء، فما عبادي يخلي لك سبالات يمشي يخلي لك البانو يمشي عادي ما عندهمش حتى مشكل، وهذا الناب في تونس الناب الماء المائية بليتو بالعربي الماء المائية راهي نقصت برشا يحكيو على 25-30% معناها باش تولي حالة كارثية، واللي ما عطش قبل ما يحسش بالوضعية هذه، اللي ما عطش ما يحسش بالوضعية هذه. فما لا خطر توا ما نحكوش على المدينه، تحكي على الريف، الريف فما بيت تحت شبرش عشان خاطر الماء بعيد عليه ما يجيبش يوصل، اذا كان مش نوصل الحاله هذه سي قرا بالحق. أي. هل التونسي والتونسيه عندنا تبذير في الماء؟ عندنا تبذير، نحكي على روحي بيرسونيلمون مالغري اني محافظ برشا على الحوايج هذه، نحافظ اي بورتون نشوف روحي نسهل برشا الماء، فما حوايج زايدين برشا حوايج زايدين. المراه كي تحل سباله في الكوجينه وتخليها شويه وتعمل دوره وتهز قضيه وترجع السباله تمشي هذاك تبذير، الشاس يمشي 24 تغسل وجهك ب 5 لتر و 10 لتر وما سي با نورمال. اي كنا هكا مالوريزمون ما فماش حاجه ما نجموش نستهلكوا فيها الماء، اي حاجه حتى تقوم تقول صباح الخير صباح الخير استهلكت فيها الماء، هذيك نعيشوا بالماء باش تغسل وجهك باش تغسل حوايجك باش تبرد حالك باش تعمل كذا، احنا كي كنا قبل بصدق نحكي معاك راه كنا عهد الزين وعهد كذا كان الماء متوفر، علاش بالذات تو نحكي واحنا مع بعضنا علاش تو تجيني في الوقت هذا بالضبط وتقول لي الماء باش يتقص؟ نحب نفهم انا حاجه، اذا صبت الشتاء او كيفيضوا علينا الناس الدنيا كل تفيض علينا، اذا ما معناها ما صبتش الشتاء شي يقول لك والله نوع الجفاف ما عندناش ماء في البلاد ودرا شنو الشتاء ما صبتش، يا اخي باش نعملوا شتاء صناعي؟ احنا ما نجموش نعملوا شتاء صناعي، هذه حاله من عند الله سبحانه وتعالى، فهمت كيفاش؟ ولهذا الماء نحب نفهم انا وانت قلتها تو قلت يقص الماء، يا اخي كي يقص الماء نحب نفهم انا في الليل كي تقص فيه انت الماء وين تهز فيه؟ هاي قصيت علينا مثلا الماء ونحب نفهم وين يمشي الماء؟ هذا الماء هذا الماء صالح للشراب ولو انه هو ماهوش صالح جمله، فهمت شنو فوالا
انا واحد من الناس والله العظيم انا ماذا بيا نقول، نقول بربي فين تهزوا فيه الماء هذا بالحق. احنا كتوانسه مانيش مبذرين في الماء والله. تحب نقول لك حاجه، ما فماش انسان في تونس يمشي على الارض ما هواش متشمت بروحه باش يبذر الماء. ها ونحكي معاك بالتدقيق، كل انسان راه قاعد يستحفظ على الماء يكذب حاشاكم. اللي يقول لك معناها راهو يبذروا في الماء، ماناش احنا نبذروا في الماء، احنا نخلصوا في الماء من غير ما نبذروا. هما يبذروا في الماء وما يخلصوش ويقيدوا علينا نحنا. فهمت شنو الحكايه بالضبط ولا ما فهمتهاش؟ معناها هما يبذروا في الماء ونحنا نخلصوا. كيفاش انت بشر انا ربي يعلم بحالي مثلا نخلص 400,000 ولا 350 باش نجي انا نبذر الماء ومن بعد تجيني الفاتوره نتاع الماء؟ قولي بربي نعديها للماء، نعديها للضوء، واحد يعديها للكراء، واحد معرس ربي يعلم بحاله فهمتوا الله قداش عنده صغار. قولي تنجم يكفي الواحد؟ ما ينجمش يكفي ويكذب. اللي يقول لك ونعودها 10,000 مره اللي التونسي قاعد يبذر في الماء، خاطر ما فماش انسان في الدنيا هذه بالحق. راه نحكي لك، نحكي على تونس، ها فماش واحد يمشي على الارض في تونس باش يوصل يبذر الماء. احنا ما نبذروش الماء راهو كشعب التونسي المواطن العايش، نحكي مانيش نحكي عليهم هما راهو، وانت تعرف هما شكون. اعطيني واحد شد معانا الصف خلص الماء ولا خلص الضوء باللوجيك. هاو نحكي